خلاصة الندوة الصحفية ديال المرشح عزيز البدراوي المرشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي هي أولا الندوة كان خاصة تكون باش أن مجموعة ديال التساؤلات اللي كانت مبهمة وما كانش عندها جواب كان خاص يتجاوب عليها. سي عزيز البدراوي قدم اليوم مجموعة من الأجوبة ديال مجموعة من الأسئلة واللي هي من المجمد ديالها أسئلة ديال الجماهير الرجاوية باش تعرف خريطة الطريق واستراتيجية اللي يعتمد عليها عزيز البدراوي. تحدث على مجموعة من الأمور من بينهم انتدابات من بينهم الهيكلة وقال بأن كاين عمل كبير غادي يقوم به وأنه غادي يعطي كل ما في الجهد ديالو كل ما في الوسع ديالو من أجل إرجاع الهيبة ديال نادي الرجاء الرياضي وتجاوب مع الجماهير خصوصا الأسئلة اللي كانت في الشق التقني وفي الشق الإداري وفي الشق المالي وفي الانتدابات تم الإجابة عنها في الندوة الصحفية. هذا هو التواصل اللي خاص يكون ديال المرشحين لرئاسة نادي الرجاء الرياضي أو لمؤسسة ديال نادي الرجاء الرياضي. كما كتعرف أن الندوة الصحفية عرفت حضور هائل للصحفيين والإعلاميين، هذا إن دل فإنما يدل على الشعبية ديال نادي الرجاء الرياضي ويدل على أن نادي الرجاء الرياضي خاص يكون هو المثال ديال جميع الأندية الوطنية المغربية، مثال يحتذى ويقتدى به. انا حضرت جزء من الندوه لان كانت تنظيميا كانت شويه كانت صعيبه بحكم الاقبال الكبير اللي كان ديال الصحفيين وديال المواقع بحكم كذلك لان ماده الرجاء ماده اصبحت مطلوبه حتى بالنسبه للاشخاص اللي غير مهنيين. طبيعه الحال المجال خصو يتنظم وخصو يتقنن وخصو يترعى فيه المهنه لان بهذا الشكل هذا ما يمكنش ندير ندوه صحفيه في الظروف هذه. لان الاقبال كان كبير، اقبال طبيعه الحال راجع من نظر لقيمه الرجاء ونظر الرهانات اللي عند الرئيس المرشح اللي يهدف الى اعاده الرجاء الى التوهج ديالها. حضرت جزء من الاسئله كانت بعض اغلبيه الاسئله كانت مهنيه حتى الاجوبه كانت مقنعه من طرف الرئيس وكيبان بانه عنده تصور وعنده مشروع اللي في التفكير ديالو يعني عارف الاسس ديالو المراحل ديالو. نتمنى يتوفق ونتمنى الرجاء ترجع للتوهج ديالها. بالنسبة لعز البدراوي على رأس نادي الرجاء الرياضي، هذه مرحلة أخرى كتفتح في نادي الرجاء، رؤساء دازوا عدة نذكر أسماء ديالهم ولا الصويري غلام حاج حانات أوزال عمور إلى آخره، هذه حلقة أخرى أنيس لو ديرني زياد كذلك. هنايا بالنسبة للبدراوي كاين واحد الحماس، كاين واحد الحماس كبير ولكن هو الأولاني، ما خايفش من لديت يعني الفلوس، ما كيقول لك بون انا ندخل على 6 مليار ولا 7 ماشي هذا القول على سوليسيون ديالها. هو كيقول لك ودي بنا نهار 17 في هذا الشهر يعني غتفتح اون باج صفحه جديده ديال نادي الرجاء الرياضي. بالطبع الجمهور كيتسنى هاد الصفحه هذه الجمهور. بالنسبه للتير بون المسائل التقنيه غتكون لجنه تقنيه الى اخره. اللي شويه بان لي مزيانه هي هو ان لاكاسيون اللي كانت عطاتو ديال المنافسه يعني مدينه الدار البيضاء معروفه بفرق كبار وداك الشيء وسمى الوداد وسمى الرجاء قال لك اودي المنافسه لويال شرعيه نبقاو اصدقاء وتكون المنافسه في وسط الملعب. هنايا كيكون شويه كينزل لك ديك لاتونسيون اللي كاينه ما بين لاتونسيون اللي كاينه ما بين الجمهور المكونات وراه هذه هي الرياضه. التنافس كيكون شريف ونتسناو هاد لي دو زيكيب اللي في المدينه الدار البيضاء وضحما كنهضروا على الرجاء بالطبع تكون هي يا قاطره بحال جميع الفرق الوطنيه ونتمناو حنايا حيت الا كانت الرجاء ولا الوداد ولا الجيش الملكي غادي بكره القدم مزيان كره القدم ديال النهضه البركانيه الى اخره كره القدم الوطنيه اللي كتستافد.